السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي مشاهدي قناة دروسي. في هذا الفيديو سنحاول أن نتعرف تطبيق مايكروسوفت تيمز واستعماله في التدريس عن بعد. أهم محاور هذا الشريط هي كالتالي: أولا سنعرف ببرنامج مايكروسوفت تيمز، ثم سنحاول التحميل والولوج عن طريق الموقع، بعد ذلك سنتعرف على واجهة البرنامج، ثم كيفية إنشاء مجموعة أو قسم، ثم إضافة واجبات منزلية إلى القسم، ثم أخيرا إجراء الدرس عن طريق الندوة الافتراضية فيديو كونفيرونس. بداية، ما هو مايكروسوفت تيمز؟ فمايكروسوفت تيمز هو تطبيق اتصالات تعاونية خاصة تم إطلاقه رسميا بواسطة مايكروسوفت في نوفمبر 2016، وهو يعد نظاما أساسيا تعاونيا قابل للتخصيص، يدمج الندوات الافتراضية ومراسلات فورية، ويتيح تكامله مع مايكروسوفت أوتلوك التخطيط لاجتماعات الفريق ومشاركة رسائل البريد الإلكتروني وجهات الاتصال. برنامج مايكروسوفت تيمز فهو متوفر بشكل مستقل، يعني يمكن تحميله وحده أو كجزء من نظام أوفيس 365. ثم يعني في ماذا يستعمل هذا البرنامج؟ فهذا البرنامج باستخدامه على الكمبيوتر الشخصي أو جهاز ماك أو الجهاز المحمول يمكن من تجميع فريق، بمعنى تلاميذ قسم أو أساتذة مؤسسة أو مجموعة موظفين في شركة. يمكن أيضا من استخدام المحادثة بدلا من البريد الإلكتروني، ثم العمل على تحرير وإعداد ملفات بأمان في وقت واحد، ثم إضفاء الطابع الشخصي عليه عن طريق إضافة الملاحظات ومواقع الويب والتطبيقات. كيف يستعمل مايكروسوفت تيمز في الفصول الدراسية؟ ما هي أهدافه إلى غير ذلك؟ فمايكروسوفت تيمز في الفصول الدراسية يمكن من إتاحة فصل دراسي آمن عبر الإنترنت، ثم يمكن من الحفاظ على مشاركة الطلاب عن بعد، ثم ييسر التعلم عن بعد عن طريق ندوات افتراضية التي سنستغلها لإنجاز دروس عن طريق الفيديو. مايكروسوفت تيمز أيضا يمكننا من إنشاء وتقديم التوجيه ومشاركة الملاحظات، تنظيم وتتبع مهام ودرجات كل فصل دراسي مباشرة من إحدى فرق الفصول، ثم إنشاء الموارد وتخزينها باستخدام ون نوت في تيمز. فون نوت يعني واحد هي أبليكاسيون يمكن استعمالها ل يعني إدخال ملاحظات سواء بالنسبة للأساتذة أو التلاميذ. ثم يمكننا من تخصيص التجربة باستخدام تطبيق فليب جريد وأدوات التعلم الأخرى. فليب جريد هو أيضا تطبيق يمكن من تسجيل إجابات التلاميذ على شكل فيديوهات أو أوديوهات، تمكننا من متابعة إجاباتهم مثلا في على موضوع معين أو واجب منزلي إلى غير ذلك، وإعطاء نقاط مقابل ذلك. فهناك بعض تطبيقات أخرى التي يمكن إضافتها إلى تيمز، ويكفي فقط البحث عنها هنا في مكان البحث، وسنجد هنا مختلف تطبيقات: بولي، فولو، تريلو، وهذا كلهم أبليكاسيون، هما تطبيقات يمكن استعمالهم وإضافتهم إلى تطبيق تيمز. ما يهمنا الآن هو برنامج تيمز في الفصول الدراسية، كيف يمكن تحميله والولوج إليه. فكما كنعرفون فوزارة التربية الوطنية في المغرب لديها شراكة مع مايكروسوفت، خصوصا استعمال أوفيس 365 الذي يتيح لجميع المستخدمين استعمال البريد الإلكتروني الذي توفره مايكروسوفت، ويمكن استعماله كذلك هنا بالنسبة لمايكروسوفت تيمز. أولا لتحميل البرنامج نقوم بالبحث عنه، يمكن البحث عنه مباشرة في محرك البحث جوجل، ثم سنذهب مباشرة إلى موقع مايكروسوفت أوفيس، ويمكننا من تحميل هذا البرنامج. نضغط هنا على تحميل وسيصبح البرنامج في حوزتنا. بعد ذلك يجب فتح البرنامج عن طريق هذا الرابط، ما يسمى راكورسي، يعني ننقر على هذا الرابط لتعطينا واجهة الدخول. واجهة الدخول ماذا سنضع هنا؟ ادريس دو كونيكسيون. نقوم بإدخال البريد الإلكتروني المستعمل لولوج منصة مسار. بالنسبة للأساتذة فجميع الأساتذة لديهم بريد إلكتروني الذي يمكنهم من إدخال النقاط في مسار.
نفس البريد الإلكتروني ونفس رمز الدخول يستعمل كذلك للولوج إلى منصة مايكروسوفت تيمز. بعد ذلك ملي كندخلوا عندما ندخل المعلومات الخاصة يوجهنا مباشرة إلى اختيار وظيفتنا. فنحن مثلا إذا كنت أستاذ سأختار جو سوي أونسينيون، وإذا كنت طالبا أو تلميذا سأختار جو سوي إتيديون. بعد ذلك سنجد واجهة البرنامج بعد الدخول. كيف هي واجهة البرنامج؟ هي على الشكل التالي. أهم القوائم سنتعرف بعض القوائم الرئيسية والمهمة. مثلا هنا القائمة المهمة جدا هي قائمة إكيب أو مجموعات، تمكننا من إظهار المجموعات كما تلاحظون هنا التي أنتمي إليها أو التي خلقتها. ثم عرض الواجبات المنزلية الخاصة بمجموعاتك، هذه أيضا مهمة بالنسبة للأساتذة. بالنسبة للتلاميذ مثلا يمكنهم البحث عن مجموعة أو الالتحاق بقسم، ثم الالتحاق بقسم عن طريق رمز خاص. هنا الالتحاق بقسم عن طريق رمز خاص، يمكن مثلا لأستاذ أن يهيئ قسما ويضع رمزا خاصا للدخول إليه يعطيه لتلاميذه من أجل الولوج إلى القسم. كذلك يمكن للأستاذ إنشاء مجموعة خاصة به، مثلا مجموعة القسم، أو يمكن لمدير المؤسسة أن ينشئ مجموعة خاصة بالأساتذة إلى غير ذلك. هنا لدينا خانة للبحث السريع، وتمكننا هذه الخانة من إجراء بحوث سريعة عن الأشخاص أو إجراء اتصالات إلى غير ذلك. فعندما نضع سلاش فهي تمكننا من إجراء اتصالات أو مجموعة من الطرق السريعة، وعندما نضع أروبس فهو يوجهنا إلى التطبيقات الموجودة في تيمز الموجودة والتي يمكن يعني تحميلها وإضافتها إلى البرنامج. بعد التعرف إذن على الواجهة نذهب إلى كيفية إنشاء مجموعة أو قسم. لإنشاء مجموعة نضغط كما رأيتم يعني على القائمة الأولى إكيب، فيعطينا هنا كريي اون إكيب يعني خلق مجموعة أو قسم. بعد أن نقرأ على هذا الرابط يعطينا يوجهنا مباشرة إلى اختيار النوع، هل سنضع قسم أو كومينيتي دو فورماسيون أو بيرسونيل أو أوتر شوز. يعني نختار بالنسبة لنا كأساتذة نختار هذا النوع كلاس، ثم نضيف إليه المعلومات الخاصة بالقسم. مثلا أسمي هذا القسم كلاس 6 AEP، هذا القسم خاص بالمستوى الثالث مادة اللغة العربية كوصف. ويمكن الضغط على زر لاحق لكي نجد بعد ذلك أن المجموعة قد تم خلقها. الآن يجب علينا إضافة الأعضاء، وهنا بالنسبة لنا الأعضاء نضيفهم واحدا واحدا، ليس كما بالنسبة للمسار. فطريقة الدخول من مسار هي أسهل، لكن إذا لم تتوفر لك طريقة مسار يمكن هذه الطريقة أن تضيف تلاميذ القسم مباشرة. إذن هنا كما قلنا ندخل رمز مسار بالنسبة لكل تلميذ، رمز مسار المتواجد بالنسبة للتلميذ في الجدول الدراسي. نبدأه فقط وهو يقترح علينا أسماء التلاميذ، ثم نختاره ونضغط على زر إضافة. بعد إضافته هؤلاء التلاميذ جميعا فنجد في المجموعة أنه تمت إضافتهم جميعا هنا كما تلاحظون السهم. فهذه الأسماء التلاميذ التي تمت إضافتها من طرف مدير المجموعة أو مدير القسم الذي هو الأستاذ. لدينا كذلك هنا القسم الذي يعني أنجزناه أو أنشأناه، يمكننا من الدخول إلى إعداداته هنا جيري ليكيب أو أجوتي أن كانال إلى غير ذلك من الاختيارات. يمكن إضافة قناة، مثلا أنا أضفت هنا قناة تراكيب. يمكنكم إضافة قنوات كما شئتم يعني حسب المواد التي تدرسونها. لدينا مجموعة من الاختيارات، يمكن الانسحاب من الفريق، يمكن تعديله، تغيير واجهة إلى غير ذلك. وكما تلاحظون هنا لدينا الإعلانات يعني بيبليكاسيون التي وضعها الأستاذ أو التلاميذ. هنا أيضا الملفات بلوك نوت، هنا المذكرات إلى غير ذلك، دوفوار الواجبات التي أعدها الأستاذ أو أنجزها التلاميذ. إذن بعد ذلك كيف يمكن إضافة واجب منزلي عن طريق مايكروسوفت فورمز؟ إذن بالنسبة لنا لدينا أيضا خانة على اليسار هنا تسمى دوفوار، هنا كما ترون بالأحمر يمكن أن نقرأ عليها فنجد أمامنا هذه الواجهة. نضغط هنا على القسم الذي نريد أن
ننجز له يعني واجبا منزليا او فرضا الى غير ذلك. بعد الضغط عليه سيوجهنا الى اختيار، اما ان الفرض او الواجب المنزلي هو موجود مسبقا وتريد يعني الحقه بمجموعه من التلاميذ، او انك ستهيئه من جديد. مثلا هنا كيستيونير او افكتاسيون، بالنسبه لنا سنختار هنا كيستيونير من اجل اعداد استماره، إضافة التمرين على شكل استمارة. مثلا عندما ننقر على كيستيونير فإننا نتوجه مباشرة إلى موقع مايكروسوفت فورمز الذي يمكننا من إنشاء أسئلة بأجوبة متعددة أو أسئلة مغلقة إلى غير ذلك على شكلة جوجل فورمز. أيضا من يعرف جوجل فورمز فهو نفس العمل ونفس الطريقة التي يشتغل بها، يمكن إضافة هذه الأسئلة وتسجيل هذا الواجب المنزلي. بعد ذلك يوجهنا إلى الشاشة التالية، يمكننا بعد ذلك إلحاق هذا الواجب المنزلي بالتلاميذ. قبل ذلك يجب أن نتأكد من القسم، يمكن أن يكون لدي مجموعة من الأقسام. هنا لدي أتخبية A، يمكن أن ألحق هذا الواجب بقسم آخر وأحدد تاريخ النهاية أو تاريخ إرجاع هذا الواجب مع الساعة بالضبط. وفي حالة ما إذا كان هو عبارة عن دعم خاص يمكن أن يعني هنا أن أمسح وأزيل بعض التلاميذ وأضع فقط التلاميذ الذين يحتاجون إلى الدعم فقط. بعد ذلك أضع هنا أضغط على زر أفكتي وسيتم إلحاق هذا الواجب المنزلي بالأعضاء الذين يجب عليهم إعداد هذا الواجب المنزلي. بعد ذلك هناك طريقة أخرى لمشاركة شريط يوتيوب، مثلا تم مثلا شريط تدريسي في اليوتيوب يمكن إضافته عن طريق النقر هنا على زر اليوتيوب. يوجد هنا زر اليوتيوب في الأسفل، عند ضغط على إيكيب واختيار القسم مباشرة هنا نجد هذا الزر، يمكن الضغط عليه وإضافة رابط الشريط من اليوتيوب مباشرة، ويمكن مشاركته مع التلاميذ في المحادثة. بعد ذلك سنرى إذن كيفية إجراء درس عن طريق الفيديو المباشر. إذن هنا لدينا رسم صغير على شكل كاميرا يمكن الضغط عليه، بعد الضغط عليه فهو يوجهنا مباشرة إلى المحادثة عن طريق الفيديو ويعطينا الالتحاق بهذا الدرس مباشرة أو هذا الفيديو كونفيرنس عن طريق النقر على رجوان دغومنتون. بعد ذلك سأرى هذه الشاشة على الشكل التالي التي تمكنني من التواصل المباشر مع تلاميذي، ويمكن أيضا حجب الصورة أو إضافة أو مشاركة واجهة الحاسوب. مثلا إذا كان لديك درس على شكل باوربوينت مثلا في الحاسوب يمكن مشاركته مع التلاميذ وتحريك مثلا الفأرة من أجل الشرح إلى غير ذلك. إذن بهذا نكون قد أنهينا هذا الشريط لكيفية استعمال مايكروسوفت تيمز في الدروس الافتراضية للتلاميذ. أشكركم على متابعتكم لهذا الشريط وإلى اللقاء في فيديو آخر. أدعوكم أيضا إلى الالتحاق بقناتي ميلوسون أو دروسي على اليوتيوب عن طريق الضغط على زر اشتراك، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. إلى اللقاء والسلام عليكم.